أخبار اليوم. تبدأ زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، ومن المقرر أن يعقد الرئيس مباحثات قمة مع نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الوزراء أليكسيس تسيباس. تتناول المباحثات مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية. ويشهد الرئيس خلال الزيارة اجتماع منتدى رجال الأعمال المصري اليوناني لبحث التعاون الاقتصادي خاصة في قطاع الطاقة. كما ستشهد الزيارة عقد قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للدول الثلاث. ولمزيد من المتابعة معنا مفادتنا إلى اليونان سحر ناجي. سحر، بعد التحية دعينا في تفاصيل جدول أعمال الرئيس اليوم وما هي أهم الملفات التي سيركز عليها الرئيس مع المسؤولين اليونانيين. نعم وصل الرئيس في زيارة تستغرق 3 أيام، اليوم الأول منها له عدة لقاءات مع الجانب اليوناني، بدأت أو من المفروض أن تبدأ بعد قليل بلقاء منفرد مع الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، ثم يعقب هذا اللقاء المنفرد.